بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان من جديد. أستاد الأهلي النهاردة معنا العديد من الملفات سيتم طرحها على ناقدنا الرياضي الكبير ضيفي وضيفكم الأستاذ علاء عزة الناقد الرياضي. مساء الخير يا فندم منورني. الله يبارك فيك أستاذ محمد، أنا سعيد جدا جدا أن أول مرة أكون معاك وإن شاء الله ما نكونش آخر مرة. لا ده شرف لي يا حبيبي، واحد من أساتذتي يعني اللي اتعلمنا عليه. تسلم، ربنا يبارك فيك. أستاذ علاء، العديد من الملفات، هبدأ ب مشوار النادي الأهلي ووصوله لهذه المرحلة. شهر يناير شهر صعب جدا مع على قطاع حسام بدري، ومن بداية شهر فبراير مباراة أمام الشباب السعودي. شايف شهر يناير إزاي بالنسبة لخضم هذه المباريات لجهاز فني النادي الأهلي وأيضا للكرة المصرية؟ لا، زي ما حضرتك فضلت، شهر يناير كان بالنسبة للنادي الأهلي شهر فارق جدا جدا على صعيد الفني وعلى صعيد الصفقات كمان. يمكن كان فيها جزئين جاء شقين. ابتديت السنة بمباراة، يعني 8 يناير كان عندك مباراة قمة الأهلي وزمالك، يوم 12 بعدها بأربع أيام عندك مباراة سوبر، بعد كده في النص عندك مباريات صعبة جدا جدا، مباراة مفترض طريق ليك في الدوري، بتلعب المقصر، بتلعب الإسماعيلي. لا كان صعب، يعني شهر كان حاسم النادي الأهلي وكان شهر فارق، وبعد كده دخلت كمان معاه قصة الصفقات دي، فكانت عاملة ضغوط كبيرة جدا جدا سواء على اللاعبين والجهاز الفني. طبعا كان طبعا النادي الأهلي بيفصل كويس جدا بين موضوع الصفقات وبين موضوع المباريات، لكن لما يكون اللعيبة نفسها اللي هي الفريق نفسه جزء من الضغوط دي، لا الأمر بيختلف. طبعا لما يكون عندك لعيب بيكون مطالب منه ان هو يؤدي وينتصر مع النادي الأهلي، وفي نفس الوقت بيفكر بالليل لوحده او ما بينامش بالليل، يفضل يفكر في الروض اللي جايه له. وشفنا لعيبة ازاي في النادي الأهلي لحد اخر مباراه ليها مع النادي الاهلي متالقه وبتحرز مباريات في يعني مؤمن زكريا مثلا، نشوفه ازاي يلعب مباراه القمه، وكل الدنيا كلها بتتكلم على انه مسافر خلاص وجاله عرض وماشي وبتاع وكده، ويتالق مباراه القمه ويسجل الهدف الاول وبعد كده يشارك في مباراه السوبر. ده معنى حقيقي الاحتراف. ده معنى حقيقي الاحتراف، وكمان معنى ان النادي الاهلي ازاي او لعيبه النادي الاهلي ازاي تقدر تفصل. وده امر في لعيبه كتيره جدا جدا شفناها في الدوري المصري ما قدرتش تفصل. يعني في لعيبه كتيره جدا شفناها خسر كتير جدا جدا بالتفكير المزدوج بين انها تكمل مع فرقتها بنفس الفكر الانتصار وبين العروض الاحتراف. لا، شفنا في لعيبه كتيره جدا تاثرت سلبيا جدا بعروض الاحتراف، ويمكن دي كمان قللت شويه من ادائها في الفتره الاخيره. يعني ويمكن ابرز مثال لنا كان علي جبر، يمكن علي جبر تحديدا، علي جبر مدافع منتخب مصر، لعيب مهم جدا في منتخب مصر، ركيزه اساسيه في دفاع منتخب مصر. لما ابتدينا نسمع عن عروض الاحتراف بتاعته وان هو عايز يمشي وكلام، عن شفنا اداؤه تراجع ازاي في اخر مباراتين تحديدا. يعني العديد كان عندهم علامات استفهام كبيره، ازاي ده ممكن يلعب منتخب مصر؟ بالظبط. فانا بقول لك ازاي الضغوط النفسيه على لاعب ممكن تاثر عليه سلبيا في الاداء. يعني احنا ممكن يعني عندنا علامات تعاقب كبيره جدا وعندنا تناقض كبير جدا. بنضرب مثال مؤمن زكريا اللي هو لحد اخر مباراه ليه مع النادي الاهلي راس حربه او يعني راس حربه، يعني راس حربه انتصارات النادي الاهلي. نعم. بيسجل في مباراه القمه وبيصنع مباراه السوبر، بيكون لاعب مهم جدا ولاعب مهم جدا ويكافح، يعني بيموت عشان الفانله الحمراء، وفي نفس الوقت مش شغلاه موضوع الانتقالات خالص، ولو ان مباراه السوبر ده اخر مباراه ليه، ولا مباراه احتفاليه ولا مباراه وداعيه، لا خالص الموضوع مش كده خالص. في نفس الوقت شفنا علي جبر ازاي بيتاثر سلبيا بموضوع احترافه. شفنا لعيبه كتير جدا في الدوري المصري، يعني عندنا امثله كتير جدا 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 للعيبه انا اتخضيت لما شفت مستواهم في اخر مباراتين وهم كانوا يعني محطوطين تحت المنظار. يعني تخيل لما كل لاعب تحت المنظار المفروض بيقدم افضل ما عنده. يعني دايما اي لعيب دايما وابدا ما يكون تحت المنظار او ان عارف ان في عروض جايه له، في سماسره بيشوفوه او وكلاء بيشوفوه او مدربين انديه اخرى منافسه بيشوفوه، بيكون في قمه تركيزه. لكن للاسف شفنا استاذ علاء حضرتك، يعني دي للاسف عاده سيئه في اللعيب المصري. يعني لما بيكون عنده عروض انتقال او بيحاول ان هو عايز يمشي بمعنى الصريح، بيبتدي يتكاسل في التمرين، يتكاسل في اداء المباريات، بحيث ان هو يجبر النادي ان هو يدفعه للخروج. في بعض اللعيبه بتعمل كده طبعا، في اكيد في لعيبه كتير جدا، وانا اعرف امثله كتير جدا لعيبه كانت بتتمارض عشان تمشي، في لعيبه كانت بتتخاذل وتروح تدريبات اصلا كمان عشان تمشي في ضغوط. وشفنا في موسم القدس الشتويه اللي فاتت دي، شفنا حاجات كتيره جدا جدا، لعيبه اتمرضت، لعيبه اعلنت تمرضها. يعني انا مش عايز اقول اسماء كتيره، لكن في عندنا حالات والناس كلها عارفاها طبعا، الناس كلها عارفه انا اقصد مين. في لعيبه اتمرضت على انديتها، في لعيبه اتمرضت وقعدت في بيوتها، في لعيبه في الماتشات يعني
تكون سبب في انها تتكاسل فيجي اهداف او تضيع، يعني ما تبقاش المستوى المطلوب. اصل كلمه التخاذل اثناء المباريات دي ممكن يفهم امر تاني، لكن انا بتكلم على التمرد اللي هو خارج البساط يعني. لكن لو اتكلمنا على التمرد داخل الملعب، لا دي بيبقى فيها مؤامره، بيبقى فيها جزء من لا. لكن انا استبعد لعيبه الدوري المصري، استبعد خالص لعيبه الدوري المصري انها تكون تتامر على فرقتها داخل الملعب. لكن ممكن تتمرد بره ويكون بتطالب بحقوقها انها تمشي او كده، وده اعتربنا امثله كتيره جدا يعني. في لعيبه كتيره جدا لحد اخر مباراه كانت كويسه جدا. ما استاذ علاء، ما انا لو تخاذلت في التمرين ما انا مش هلعب كويس. لا ما هو بيبعدوا. انا ببعد كفنيا، ما انا ببعد. طبعا هو ده هو ده. في بيبعدوا، وفي لعيبه كتيره جدا خرجت حسابات الاجهزه الفنيه ليها في مركز الشوط. انا في لعيبه كنت بسال عليها المدربين، يعني انت عارف ان انا في المجله دايما في مجله النادي الاهلي لما بيكون في تقديم مباراه للاهلي، تقديم لاي مباراه للنادي الاهلي وفيها طرف منافس، بحاول اتواصل سواء مع المدير الكوره في النادي ده او المدير الفني لو كان علاقتي بيه مباشره، بتكلم معاه في لعيبه. لا هم في كتير جدا المدربين قالوا لي ان في اللعيبه دي مش بتهرب مباراه الاهلي، لا هي بتهرب اصلا من التواجد مع الفرقه دي، نوع من الضغط، نوع من سلسلوي زراعة زي ما بيقولوا، ان هي بتحاول ان هي تقول للاداره لا انا مش هلعب طول ما انتوا رافضيني. وشوف حاجات كتيره جدا يعني. يعني حضرتك برضه بتؤكد ان مثال لعيبه النادي الاهلي سواء محمد زكريا او اللعيبه اللي تم انتقالها كلهم لاخر فتره كانوا بيأدوا باقصى ما لديهم، بحيث انه حتى يكون الانطباع انطباع لعيب محترف، لعيب فعلا بيقدر القميص اللي هو بيدافع عن اهله. لعيبه النادي الاهلي دايما يا محمد دايما بيكون وهي بتحترف في خلفيتها دايما في خلفيتها ومرجعيتها ان هي راجعه النادي الاهلي تاني، ودي نقطه مهمه جدا، نقطه مش موجود عند لعيبه كتير جدا. يعني في لعيب يخرج من نادي خلاص بيعتبر ان علاقته تتم بالنادي، لكن لعيب النادي الاهلي دايما هو بيحترف مهما كان عرض الاحتراف ده سنه اثنين ثلاثه اربعه، هو دايما في مرجعيته وخلفيته وهو بيحترف انه راجع النادي الاهلي تاني، فلازم يخرج من باب الكبير. يعني شفنا حسام غالي لحد اخر لحظه عارف انه يرجع النادي الاهلي تاني، والناس كلها قالت ان حسام يعني ان حسام غالي ان هو ممكن تكون تجربه احتراف في النصر السعودي دي اخر تجربه ليه، وان هو ممكن يعتزل بعد تجربته مع النادي النصر السعودي. لكن هو من جوه كان عنده الدوافع، عنده دوافع ورجع على طول النادي الاهلي. شفنا لعيبه كتيره جدا بترجع النادي الاهلي او بتخرج من النادي الاهلي بدون مشاكل بدون ازمات، وتخرج وهي عامله عروض كويسه عشان الجمهور يتذكرها بالخير، عشان لما ترجع يكون باب النادي الاهلي مفتوح ليها. بالتاكيد دي من اهم العلامات المميزه. استاذ علاء، هاخدك للقاء صراحه كلنا سعدنا بيه من الاجواء، سعدنا بيه من طريقه الاستقبال لعيبه النادي الاهلي، النادي الاهلي ككل، مجلس اداره النادي الاهلي. السعوديه او المملكه العربيه السعوديه الشقيقه امبارح كانت تحتفل بوجود النادي الاهلي في الرياض. لا بالحدث بصراحه كان يعني غير شويه مفهوم مباراه الاعتزال، يعني كانت احتفاليه بالنادي الاهلي. النادي الاهلي طبعا نادي كبير، ولما بيروح اي مكان بيكون احتفاليه، لكن الاجواء امبارح كانت اجواء فيها حاجات كتير جدا تحدث لاول مره. يعني ان 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 يكون الجمهور النادي الاهلي هو 99% من الجمهور، رغم ان المحتفل بيه نجم كبير جدا، نجم سعودي مش عادي يعني، فؤاد انور ده نجم غير عادي، نجم مونديالي. وبعدين ده جايب جونين في كاس العالم، وكابتن مجدي عبد جايب جون ويعني مطلع عينينا هنا جايب جونين. انا في المجله ده نجم كل المونديالات، ده اللاعب الوحيد يعني مش عايز اقول في العالم يعني، لكن انا يعني اجزم ان هو اللاعب العربي الوحيد اللي لعب كل كاسات عالم. كل كاسات عالم في كل المراحل السنيه، يعني ما فيش لعيب عربي تقريبا لعب ناشئين وشباب ومنتخب اول ولعب دوره اولمبيه ولعب كاس عالم الانديه، اعتقد صعب جدا. كانت رجليه جامده يا استاذ علي. نعم كانت رجليه جامده قوي في الشوط. لا ما شاء الله عليه. وكان لعب وسط مدافع، ما كانش راس حربه. فلكن الاجواء امبارح، لا يمكن مداخله فؤاد انور مع القناه امبارح هنا، ان هو بيقول ان المهرجان اعتزاله ده هيغير من مفاهيم مهرجانات الاعتزال عند النجوم السعوديين، لا انا شايف ان هو محق جدا. يعني اي نجم سعودي امبارح وشاف جمهور الاهلي، ويمكن كمان الاهلي كمان ظروفه منعته او حرمته انه يروح بفول تيم كمان، لو الاهلي بالفول تيم كان في مساحه وقت كان ممكن الموضوع طبعا كان لو فول تيم كان الوضع اختلف جدا. كمان ساعه الملعب كمان الناس عارفه ان استاد الملز ساعته 24000 او 28000، فالجمهور اصلا كده عارف ان ساعه الملعب مش هتسمح ليه ان هو يروح بكثافه. في ناس بتبقى قلقانه طبعا لما تبقى عارفه ان المدرجات صغيره وان الاقبال كبير جدا. بس جمهور الاهلي لا جمهور الاهلي حاجه ثانيه، لكن حاجه مختلفه. يعني يمكن النهارده او كان قبل كده كنت سمعت ان فهد الهريفي، وده نجم كبير جدا في السعوديه، اختار النادي الاهلي طرف في مباراه الاعتزال، واكد الكلام ده امبارح. يعني امبارح بيقول ان انا
او تصريح لنزيله النهارده بيقول ان انا قبل كده لما الامير تركي الشيخ استضافه وقال له ان هنعمل لك مباراه تكريم على غرار مباراه فؤاد انور، وفؤاد انور اختار النادي الاهلي، انت تختار مين؟ قال لك برضه اختار النادي الاهلي. يمكن بعد مباراه امبارح اكيد قناعاته زادت او ب ب ب ب ب ب ان الاهلي يكون طرف ليه، بيختار النادي الاهلي. واكيد يمكن شويه الهريفي كانت كلامه عن النادي الاهلي، فؤاد انور مرحب جدا بالنادي الاهلي، لكن انا فادي هريفي يعني الكلام ده من شهرين انا سمعته في قناه رياضيه من شهرين على الهواء مباشره، وكانت ما كانش الهدف من اللقاء، ما كانش الهدف من اللقاء ان هو بيسالوه على ماتش اعتزاله، ده كان هو بيحلل المباراه، فسالوه بالمناسبه ماذا يعني تقول ايه عن تكريم فؤاد انور، فاتكلم عنها من شهرين، فقال طب لو انت في ماتش اعتزال، قال لك بالفعل انا هيكون لي ماتش اعتزال قريب جدا، فقال له تختار مين طرفك؟ قال لك اتمنى يكون النادي الاهلي المصري. اعتقد طبعا ان قناعاته اكيد زادت بعد مباراه امبارح دي لما شاف الجمهور. حسيت ان اجواء لقاء السوبر نفس الاجواء اللي موجوده، انا حسيت الى حد كبير، الى حد كبير المدرجات حمراء جدا، الاستوديوهات التحليل اللي بتجمع كل الناس، لا شايف ان امبارح فعلا يعني يمكن واحده منها من المشاهد اللي انا المقارنات اللي دي ممكن تشبه الى حد ما مباراه السوبر، دي يمكن بس شويه الامارات شويه في التصوير اعلى شويه، الملاعب بتاعتها يعني الى حد ما لكن الاجواء والتشجيع طبعا مش مباراه وديه خالص، يعني جمهور الاهلي وانت بتشوفه لما لعيبه بتنزل، لا دي مش مباراه وديه خالص يعني. استاذ علاء كان في كلام بيتقال ان النادي الاهلي ليس لديه شعبيه في الخليج. ايه رايك في هذا الامر؟ والله انا كنت يعني انا قديم شويه يا محمد عنك، لكن انا كنت اعرف الحقيقه دي من فتره، يعني كانت لحد فترة البداية الألفية الثالثة دي يعني 2000 سنة 2000 كان أنا كنت سافرت دول الخليج وكنت أعرف إن الزمالك ليه شعبية، لكن أنا أجزم لك إن الشعبية دي اختلفت تماما الفترة الأخيرة، يمكن احتكار النادي الأهلي بطولات في مصر هنا ولعبه البطولات العربية كتيرة جدا وزياراته للدول العربية دي عملته شعبية، ممكن يكون الجيل القديم من جماهير الكرة في الخليج بتشجع الزمالك، لكن أنا أجزم إن الجماهير اللي شفناه في لقاء السوبر في الإمارات واللي شفناه في لقاء دي جماهير مصرية، لا دي جماهير مصرية، لكن الحكم المتابعة يا أستاذ علاء ونسبة التواصل وتتابع الأمر في وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى على التلفزيونات، احنا شايفين برضو كان في هناك بعض الجماهير من السعوديين جايين عايزين يشوفوا النادي الاهلي. طبعا انا بقول لك يا محمد الجيل طالع، يعني رهان النادي الاهلي على شعبيته في الخليج، يعني انا شايف ان الميزان القوي يختلف. يعني من قبل 2000 حاجه وبعد 2000 حاجه ثانيه، لان انا زرت الدول العربيه قبل سنه 2000 وزرت الدول العربيه بعد سنه 2000، لا شعبيه النادي الاهلي بعد سنه 2000 لا اختلفت تماما، وخاصه كمان في ظل وجود الجيل الذهبي بتاع ابو تريكه وبركات وجمعه، لا دول كان ليهم يعني احنا شفنا انا عن نفسي شفت في سلطات عمان وبالصدفه البحته بدون اي حاجه حضرت مباراه لمنتخب عمان، شفت جماهير كتير جدا عمانيه كانت بترتدي فنه ابو تريكه. وشفت صوره ابو تريكه في المقاهي الشعبيه في سلطات عمان، فسالت قال لك لا ان وسالت ناس كبيره قالوا لك احنا كلنا بنشجع الزمالك، لكن الجيل اللي طلع كله النادي الاهلي، فانا اعتقد ان بعد 10 سنين المقوله دي اختلف تماما، اللي مزار القوه اختلف خلاص، كل الجمهور اللي طلع دلوقتي في الخليج لا هيبقى كله اهلي. طيب هذه المباراه وفي الآن مصر والمملكة العربية السعودية بتعيش فترة جميلة من العلاقات، النادي الأهلي أعتقد أن حتى الجمهور المصري والسعودي وحشوا وجود النادي الأهلي في المملكة، يعني كان بقالها فترة أستاذ علاء النادي الأهلي لم يذهب إلى المملكة العربية السعودية. مزبوط. عودة هذه الأمور وخاصة أن المملكة العربية السعودية شريك قوي وفعال مع جمهورية مصر العربية في محاربة الإرهاب، المشاركة أتت ثمارها على القوى الناعمة وهي كرة القدم أستاذ علي. أحسنت يا محمد، هي دي النقطة المهمة، القوى الناعمة. إن من الرائع جدا جدا لما يكون دول عربية شقيقة وقضيتها واحدة وهدفها واحد وعندهم تلاحم بجد سياسي وعندهم قضية واحدة، يعني كلمة قضية واحدة دي نحط تحتها 100,000 خط يعني. نعم. لكن لما المسؤولين فيها يفكروا خارج الصندوق، مش مجرد بروتوكول، مش مجرد زياره وزير الشباب والرياضه يروح يزور السعوديه او وزير الشباب والرياضه السعودي يجي هنا ونعمل بروتوكولات، مش مجرد رسميات نعم. لكن ان يفكروا في القوى الناعمه وان القوى الناعمه تلعب بجد، يعني انا كنت عامل موضوع في مديريه النادي الاهلي، القوى الناعمه الرياضه القوى الناعمه تلعب، يعني فعلا القوى الناعمه بتلعب، خلاص بقى سيبنا بقى من الرسميات وسيبنا من
من التفكير القديم والعقليات القديمه. احنا دلوقتي ده تفكير خارج الصندوق، ده الشغل الحقيقي، ده اللي يكون نتاج حقيقي. لما فؤاد انور يطلع ويتكلم على النادي الاهلي بهذه القوه، شوف بشعبيه فؤاد انور ممكن يخلي كام الف سعودي يعشقوا النادي الاهلي. ده حقيقي. لان احنا بنحب لما نجم من عندنا بيجي يتكلم على شعب، احنا ممكن نحب الشعب ده من خلال كلام النجم ده. فما بالك ورئيس الهيئه العامه للشباب والرياضه هناك بيجي يتكلم على النادي الاهلي بهذه الطريقه. لا النادي الاهلي يا محمد، لا النادي الاهلي. بص فرحه الجمهور يا استاذ علاء، يعني انا بشكر صراحه زمايلنا جايبين التركيز. ايه فرحه الجمهور؟ انت عارف ان هو شايف النادي الاهلي، شايف فرقته اللي بيعشقها. امبارح اعترف من اول مره من 12 سنه استاد الملزي يتملي. لاول مره، اخر مباراه استاد الملزي كان فيه حضور جماهيري مكثف كانت مباراه الاتحاد والهلال. دي كانت اخر مباراه، يعني الناس هناك المسؤولين هناك قال لك ان اخر مباراه كان فيها حضور جماهيري تخطر 20,000 كانت من 12 سنه. النادي الاهلي اعاد الحضور الجماهيري لاستاد الملزي، يعني لاول مره العدد الجماهيري تجاوز 20,000. لكن انا برجع تاني واقول ان دي قوه الناعمه النادي الاهلي بيعملها. مصر والسعوديه ابتدوا يفكروا خارج الصندوق وابتدوا يشوفوا القوه الناعمه ازاي. وانا بقول ان النادي الاهلي راس حربه القوه الناعمه في الرياضه في مصر. النادي الاهلي هو راس حربه. شفنا مباراة اتلتيكو مدريد، النادي الاهلي اول مره بيجمع نجوم الوطن العربي بعد سنوات طويله جدا ما شفناش. يمكن اخر عهدنا بالتجمعات العربيه كانت كان البطوله، لا يعني كانت العربيه. وحتى محمد مشرك كان في البطوله العربيه. النادي الاهلي انت عارف ان هو كان معتزل على البطوله العربيه لاسباب فنيه. لا انا بتحدث عن البطوله العربيه اللي هي الانديه اللي كانت في اسكندريه. لا انا بتكلم على الدول، المنتخبات العربيه في البطوله العربيه اللي كسبها منتخب مصر كان اخر مواجهه امام المنتخب السعودي حتى ايام كانت 2007. 2007 ده اخر توجه لينا. من بعد 2007 ما كانش عندنا توجه. لكن شوف بدايه انا حسيت ليه الاهلي ابتدى يلعب دور راس الحربه في القوه الناعمه من ساعه البطوله العربيه. من ساعه البطوله العربيه البطوله العربيه للانديه. النادي الاهلي كان اعتذر عن المشاركه لاسباب فنيه، والبطوله مش اجباريه، المشاركه فيها مش اجباريه. لكن كل النادي الاهلي تراجع ويوافق على المشاركه، ده واجب رغم ظروفه، ده واجب قومي. والنادي الاهلي عارف ان دوره مش مجرد انه يلعب بطوله او يشارك بطوله، لا ده في النادي الاهلي ليه دور ثاني. النادي الاهلي نادي وطني مش كلام. هل هذا يعني يطلق عليه اسم النادي الوطنيه؟ طبعا من زمان طبعا طبعا الأسباب. طبعا. والنادي الاهلي بيرسخ للموضوع ده دلوقتي وبيرسخه بقوه. يعني النادي الاهلي بالفعل يمكن احنا عشنا فتره النادي الاهلي كان هو اول فريق في مصر ابتدى يستضيف البطولات العربيه. شفنا بطوله الانديه العربيه ابطال الكؤوس 95، بعد كده شفنا بطوله العربيه ابطال الدوري سنه 1997 كان في المغرب اعتقد. لا هو نظم بطولتين الاهلي هنا، ابطال دوري وابطال كؤوس، وبعد كده طلع راح شارك في بطوله النخبه في المغرب 97 وشارك في بطوله النخبه في تونس 98. دي كان يعني النادي الاهلي يستضيف البطوله ده كان. لكن البطوله العربيه تحديدا اللي فاتت دي النادي الاهلي كان واحد من اهم اسباب نجاح البطوله العربيه عالميا وجماهيريا. انا اعرف واعلم علم اليقين ان المسؤولين في الوطن العربي وفي الاتحاد العربي راهنوا اقامه البطوله دي بمشاركه النادي الاهلي، لدرجه ان كان يتم تاجيل البطوله في اخر لحظه. يعني قبل اسبوع من البطوله كان في توجه بتاجيل البطوله العربيه للصيف المقبل طالما الاهلي مش هيشارك فيها. لكن لما النادي الاهلي عرف ان مشاركته ليها اهداف اخرى غير الرياضه، ليها اهداف سياسيه وهدف اسمى من الرياضه، التنافس الرياضي، الاهلي وافق يشارك فيها. محمد النادي الاهلي كان وزير الشباب والرياضه كان في بدايه ازمه العمله الصعبه في مصر هنا خد قرار التقشف الرياضي. وصدر القرارات وقتها ان ممنوع ان حد يستضيف بطولات عربيه، ممنوع ان حد يشارك بطولات عربيه على صعيد انديه او منتخبات يعني. وتقنين السفر للبعثات كان قرار عام، ده تقشف رياضه. لكن الوزير سرعان ما تراجع على هذا الامر لما عرف ان القوى الناعمه في مصر هتلعب دور. يعني بسرعه شوف النادي الاهلي، شوف النادي الاهلي استضاف كم بطوله عربيه، اخر بطوله عربيه كره طايره السيدات اللي كسبها. شوف النادي الاهلي في شهر ابريل الجاي هيستضيف بطولتين مهمين جدا، كره يد وكره سله افريقيا. النادي الاهلي استضاف بطوله افريقيا كره السله في الوقت اللي الدوله فيه ابتدت تفتح مرة أو تعود عجلة الاستضافات مرة أخرى. لا مصر دلوقتي عرفت أو أيقنت إن قوة نعمل ليها حتى في أفريقيا هي الرياضة. أكيد. حتى في أفريقيا شفنا وزير الشباب والرياضة يمكن عملت رصد، لقيت وزير الشباب والرياضة في آخر 15 دول مثلا استقبل 15 وزير شباب والرياضة في الأفريقي، راح لدول أفريقية ما كناش بنروحها قبل كده. مصر بقت شريكة في مشروعات رياضية في أفريقيا. ده توجه دولة يا محمد، ده توجه دولة. والنادي الأهلي هو رأس حربة القوى الناعمة دلوقتي في مصر. ده حقيقي. ومباراة أتلتيكو مدريد كانت رسالة. يعني تتذكر دور السيدة أم كلثوم طبعا، الفنانة عبد الحليم حافظ طبعا طبعا كقوة ناعمة طبعا. فمن ناحية الرياضة مين غير النادي الأهلي يعملها؟ طبعا بالظبط بالظبط. عشان كده شفنا النادي الأهلي، شفنا إزاي على فكرة مشاركة النادي الأهلي في مباراة تكريم وبتاع. شعبية النادي الأهلي
تكفي وجماهيريته تكفي في اي مكان في الوطن العربي، لكن يختار النادي الاهلي لا، دي رساله يا محمد، دي رساله للنادي الاهلي، اختار النادي الاهلي تحديدا، دي رساله لان السعوديه عايزه النادي الاهلي يكون هو راس حرب القوى الناعمه، ومصر عايزه النادي الاهلي يكون قوه ناعمه. الموافقات اللي على اصابه الاهلي بطولات دي بيت امر بيت خلاص دلوقتي في دعم من الدوله محمد. الاول لما كان النادي الاهلي بينظم بطوله كان بينظمها منفردا، لكن دلوقتي في دعم بجد من الدوله، في دلوقتي مجلس النواب، لجنه الشؤون الافريقيه في مجلس النواب بتعمل خريطه للقوى الناعمه دي بجد. يعني انا حضرت مؤتمر في مجلس النواب، لا عرفت ان لا الدوله بتفكر في القوى الناعمه بشكل ايجابي بشكل كبير جدا. لا شيء الان في هذا العصر افضل من الرياضه، الرياضه يعني حضرتك برضو تابعت في افريقيا شعبيه منتخب مصر والنادي الاهلي وشعبيه نجوم النادي الاهلي طبعًا. داخل افريقيا الكل يعلم من هو أبو تريكة طبعًا. الكل الان يعلم من هو محمد صلاح، من هو عبد الله السعيد، من هو النجوم طبعًا. خلاص منتخب خلاص. مصر خلاص انت دلوقتي في مباريات ليك فيها جمهور نعم. يعني منتخب مصر دلوقتي يعني تعالى نرجع بالذاكره لورا لسنه 2009 بطوله كاس العالم للقارات لما مصر لعبت البرازيل، لو شوف شوف منتخب مصر ما كان بيجيب هدف، شوف كان الجمهور جنوب افريقيا كان بيعمل ازاي. ماتشات منتخب مصر عبر التاريخ ودي كانت على خلفيه فوز منتخب مصر بطوله كاس الامم الافريقيه 2006 و2008 2010 لا كان 2009 2009 يعني انت كسبت 2006 وكسبت 2008 2008 كسبتها في غانا، فعملت لك شعبيه وجماهيريه كمان. انت كمان نجومك عملوا رساله هناك كبيره جدا، عملوا رساله انسانيه كبيره جدا. بقياده ابو تريكه ووائل جمعه وبركات واحمد حسن كان لهم دور انساني رائع وكان لهم دور خيري جدا جدا في مؤسسات كبيره جدا. ده حقيقي. وكابتن حسن شحاته ايضا طبعا فده محمد عمل شعبيه لمنتخب مصر. عشان كده انا ما استغربش جدا لما تروح تلعب في جنوب افريقيا وتلعب البرازيل، من الطبيعي جدا يعني انا منتخب البرازيل لو جه مصر هنا وبيلعب اي منتخب في العالم كل مصر كلها شجع البرازيل. لكن انت شفت الدور اللي فات، يعني انا لو يعني كل ما بحب استمتع اتفرج على الهتاف بتاع مازيو براو واشوف الجمهور جنوب افريقيا كان بيتعامل ازاي مع لما زيدان جاب وابو تريكه جاب ومحمد شوقي جاب ازاي الناس دي احتفلت بمنتخب مصر. دي يا محمد القوه الناعمه اللي احنا بنتكلم عنها. طب هل يا استاذ علاء دي تعتبر بدايه لما هو قادم في هذا الشان، استخدام القوه الناعمه لفائده رياضيه وفائده سياسيه وفائده ايضا اقتصاديه بالنسبه لكل الشعوب العربيه؟ اكيد طبعا طبعا طبعا. يعني النهارده ولسه هو 11 دوله عربيه عامله وفودها، وصلت النهارده مصر 11 دوله عربيه وراحوا شرم الشيخ عشان في مؤتمر، مجرد مؤتمر عادي يعني مش بطوله، وتجيلك 11 دوله. لا يعني محمد دي رساله، محمد رساله ان في توجه بجد. يعني حتى خليك على مستوى داخل اتحاد افريقي نفسه، يعني شوف دلوقتي العرب بيقوا شكلهم ازاي، الدعم العربي جول انتخابات الاتحاد الافريقي رجعت مره اخرى، يبقى في توحد. كان الاول كان في لحد ما حاسين الامور بعيده. شوف يغني على ليلى كما يقال. بالظبط بالظبط، كان كل واحد يغني على ليلى. لكن تعال شوف دلوقتي مثلا ان المغرب مثلا عايزه تاخد تستضيف كاس الامم الافريقيه بدلا من الكاميرون، شوف الدعم العربي في اتحادات الكاف الموجوده دلوقتي مع المملكه المغربيه. شوف وشوف الصحافه تونس والمغرب والجزائر بيتكلموا ازاي عن الدور الخفي لرؤساء الاتحادات العربيه. يعني دلوقتي احنا دلوقتي بنساوم دلوقتي، يعني احنا دلوقتي بدل الاول ما كنا بنلعب بشغل فرد دلوقتي بنلعب بشغل جماعي، احنا دلوقتي بنساوم. نعم. ان انا عندي مرشح عربي لازم يكسب في الانتخابات. عشان كده محمد تشوف الانتخابات اللي فاتت، انتخابات الكاف، كل المرشحين العرب نجحوا، كل المرشحين العرب يعني ده جني الثمار. نعم. وده الشغل الجماعي. احنا دلوقتي بينا قوه ضغط بجد، يعني دلوقتي الدول العربيه بدات ان تلاحم، والتلاحم ده يمكن واضح لنا قوي يمكن عشان الرياضه شغل الناس كتير قوي، فواضح لنا قوي الدور العربي في الحاجات الشغل اللي هو شغل الانتخابات. يعني انا كنت قلقان شويه على بعض المرشحين العرب، لكن لما شفت الانتخابات لا، في تزكيه، والتزكيه طبعا ما بتجيش اعتباطا يا محمد، ان انسحاب مرشحين قدام مرشحين عرب ده امر مش سهل، وده يعني امر يحسب. احنا محتاجين وامر يحسب طبعا، وامر يحسب طبعا. ان عندي مرشح طبعًا. عربي اذا لديه ثقل، عنده اصوات، اذا ما بقاش بيلعب لوحده. وحتى في اسيا ان رئيس الاتحاد العربي قبل كده كان محمد بن همام قطري، لما تيجي تعمل انتخابات وكان يخش فيها ناس من فيتنام وناس من الصين وناس من اليابان، ودي قوة وراها مؤسسات اقتصاديه عملاقه جدا، ويكسبها الشيخ سلمان بن عيسى البحريني. لا ده معناه ان في عندنا قوى يا محمد. انا يعني اكاد اجزم ان افضل مشاهد التوحد العربي كانت في الرياضه.
يعني في وخاصة في الشغل اللي هو شغل الانتخابات اللي هي مع دول أو مؤسسات دولية كبيرة. يعني شفنا على مستوى افريقيا، كنا شفنا زمان كان كل واحد بيغني على الله، زي ما انت حضرتك قلت قبل كده كان بيكسب بالغرور لوحده، نعم، وهاني رضا لوحده، وده يشتغل منفردا وده يشتغل منفردا. دلوقتي محمد لما بتجيب دلوقتي المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي، لا انت تحس ده اتحاد عربي مصغر، وشوف كمان حتى اللجان عرب بشكل كبير جدا. دلوقتي بقيت عندك عرب ماسكين اللجان المهم في الاتحاد الافريقي، وده مهم جدا. انا باكد لك ان المغرب دلوقتي بتستضيف الاتحاد اجتماعات الاتحاد الافريقي اللي هي هتبقى على مدار 3 ايام، هنشوف ازاي المغرب هتستضيف البطوله كاس الامم الافريقيه بدلا من الكاميرون، وده في صالح الكره العربيه، لان ده هي يعني ايه هيعضد وهيدعم من فرص المغرب في كاس العالم 2026، ودي كمان هيكون لينا وقفه كمان معاها ان شاء الله. اذا يا استاذ علاء، يعني حضرتك بتتكلم ان حينما يكون هناك قوميه عربيه في الرياضه مره اخرى هتؤثر على المستوى الرياضي، ده رقم واحد طبعاً، لان طبعاً التنافس والدعم والمقاعد اللي ما بياخدوها مثلا مرشحين عرب داخل الاتحادات سواء على المستوى الاقليمي او على المستوى العالمي، ده بيجي بالنفع على الاتحادات العربيه، اذا في ارتقاء اقتصادي وفي نفس عفوا رياضي وايضا ارتقاء اقتصادي، اذا في الاخر كمان مكسب بكل اللغات وكل النواحي. تعالى شوف كم الملايين الدولارات اللي دخلت مصر من 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 اعراض عدد من لعيبه النادي الاهلي، نعم. بتتكلم على 2 وداخلين على 3 مليون دولار، نعم. دخلوا النادي الاهلي في 4 ايام او دخلوا مصر في 4 ايام بسبب اعراض لعيبه النادي الاهلي، نعم. يعني ودي قوه اقتصاديه طبعا، ده الاقتصاد. النادي الاهلي لما يسافر بياخد بالعمله الصعبه، يلعب مباراه في السعوديه بياخد بالعمله الصعبه، حتى لما بيستضيف فريق زي اتلتيكو مدريد، فريق اتلتيكو مدريد بيجي بالعمله الصعبه بتاعته، ده اكيد، والاقامات بالعمله الصعبه، وحتى رحلاته بالعمله الصعبه، يعني كل ده اقتصاد، ده اقتصاد. الفرق بتيجي تشارك بطولات افريقيه وبطولات عربيه والنادي الاهلي بيستضيفها، دول بالعمله الصعبه. دلوقتي الدول دي الانديه اللي بتشارك بتدفع دلوقتي فلوس الاتحاد الافريقي، مش زي زمان دعوات مجانيه، يعني الانديه اللي بتشارك دلوقتي بمقابل مادي. وشفنا تونس لما تكسب بطوله افريقيا لكره اليد، دي برضو ليها بتاخد فلوس. فانا اقصد ان الرياضه هتلعب دور مهم جدا في اقتصاد الوطن العربي الفتره الجايه ومصر تحديدا، وكشانها كشان اكبر الدول. يعني دوله زي انجلترا، يعني ماذا تكسب من الدوري الانجليزي؟ اعتقد يعني محرك اقتصادي من اكبر المحركات الاقتصاديه في دوله كبيره طبعاً زي انجلترا طبعاً. هو الدوري الانجليزي، كره القدم طبعا. شوف هو البث بس لوحديها، بس يعني دي لوحديها قصه موال تاني، يعني لو فتحنا بس في موضوع البث او العائد الاقتصادي لبث الدوري الانجليزي في العالم، لا انت بتتكلم ده اقتصاد دوله لوحديه. يعني انت حضرتك لما تشوف الاقتصاديات الدوري الانجليزي في دول شرق اسيا تترعب، يعني انا بقرا تقارير بقراها مرتين وثلاثه محمد، مش مستوعب، يعني مش مستوعب ان الشركات في الصين تروح تخش تساهم بمليارات الدولارات في الدوري الانجليزي. انا بتجنن، انا بسمع ارقام محمد بقراها مره واثنين وثلاثه، مش مستوعب الكم ده. يعني اليابان تروح مش عارف تعمل ايه، الصين الشركات العملاقه، الشركات ما انزل الله بهم السلطان، ابص ليه بتروح تستثمر في الدوري الانجليزي او تشتري الدوري الانجليزي عشان لدرجه شوف محمد، احنا الاقتصاد وصلت لحد ان مباراه كلاسيكو العالم او كلاسيكو الارض برشلونه وريال مدريد بتلعب 2:30 الظهر عشان الصين يتفرجوا، عشان دافعين فلوس، بس عشان دافعين فلوس، والدنيا كلها تقف والدوري لا يقف عشان الفلوس. اه بالظبط، ده كده في فلوس، في ناس مستثمره، في ناس بتدفع فلوس، ففي الاخر في حركه بتدور، وفي ناس كتير جدا بتشتغل. لا بس انا بشوف وصلت لحد ان مباراه الكلاسيكو تتلعب في توقيت معين عشان خاطر شرق اسيا، مالهاش دعوه بامريكا الجنوبيه خالص. يعني امريكا الجنوبيه وقتها كانوا نايمين، امريكا الجنوبيه لكن شوف عشان اقتصادياتها في شرق اسيا بتحافظ على اقتصاد الدوري الاسباني بيحافظ على اقتصادياته في شرق اسيا، خلى مباراه بدل ما تتلعب. احنا عايزين الجمهور يرجع يا استاذ علاء، ان شاء الله احنا عايزين الجمهور يرجع، لان صراحه مفيش احلى من ان انت تتفرج على جمهور النادي الاهلي وهو بيشجع فرقته وهو مساند. يعني صراحه كان واحد بقاله فتره ما شافش جماهير مع النادي الاهلي، يمكن من بطوله دوري ابطال افريقيا، وعاد في لقاء اتلتيكو مدريد الكل كان سعيد وكان احتفاليه وكرنفال اللي نجحه الجمهور. اكيد طبعا، اقوى من اللقاء نفسه، تواجد الجماهير والاغاني والتشجيع الجميل اللي شفناه في لقاء اتلتيكو مدريد كنا سعداء، وايضا ما شاهدناه في الامس في لقاء الاهلي امام الشباب طبعاً السعودي، جمهور النادي الاهلي حتى التحيه الخاصه اللي ادوها للكابتن حسام البدري يعني تعني الكثير. طبعا تعني الكثير جدا، يعني انا بقول لك يعني دايما المحتفي بيه دايما هو بيكون دايما اللي حكايه الجمهور دي ما بتشغلوش قوي، لانه بيكون هو داخل
صراع مع نفسه، بيبقى دايما قلقان شويه، لكن انه فؤاد انور يحتفي او يحتفل بنجاح مهرجانه قبل بدايته بساعتين، ده امر غير طبيعي يا محمد. يعني لما دخل الملعب قال لك انا وانا جاي في الطريق، يعني ده النهارده حديث في جريده السعوديه النهارده، فبيقولوا انت عشت لحظات جاي، قال لك وانا جاي في الطريق الناس بيقولوا لي الحق بسرعه عشان ما تقدرش تخش. شوف تخيل لما يوصل بيه، يعني ده هو حتى هو صاحب الفرح، هو صاحب الفرح، فقال لك ده الجمهور قفل الاستاد قبل ما انت بتروح، فقال لك ان انا ما صدقتش، افتكرت صديقي بيجي مني ان في جمهور، لكن قال لك بمجرد ما انا بركن سيارتي بره الاستاد وشفت سمعت الصوت اتخضيت بجد يعني. فطبعا يعني انا بقول لحضرتك يا محمد الفتره الجايه هتشوف النادي الاهلي هيبقى القاسم المشترك الاعظم والاول في مهرجانات نجوم اعتزال نجوم الكره السعوديه والعربيه كمان باذن الله. دي حاجه من الحاجات الله. اللي ايضا النادي الاهلي عشاقه في طبعا. دول الخليج محتاجه انها تشوف، فرحه كبيره جدا. ودي انا عايز اقول لحضرتك ان اللحظات اللي قضاها جمهور النادي الاهلي في وقت المباراه هيقعد عليها هو يعني حاسس كمان برضو مهما كان طبعا المملكه العربيه السعوديه شقيقه، ولكن ما بيشوفش النادي الاهلي لا طبعا خالص يا محمد. يعني انا اتذكر مره الاهلي ما لعب بايرن ميونخ في الدوحه، نعم، كان قبلها بفتره قصيره جدا المنتخب الوطني كان بيلعب مباراه في الدوحه ايضا. ف دي اللحظه حسام البدري وجمهور النادي الاهلي في السعوديه، الصراحه استقبال كان رائع للنادي الاهلي وجهازه الفني. طبعا انا اتبسطت، حتى هو كان كمان تعبيرات وشه كانت مختلفه. كان مبسوط جدا من الاستقبال. يعني مدرب لما بيكون بيعمل انجازات محمد بشكل غير عادي وبيكسب كل الرهانات وبيكسب كل البطولات، يعني اي نعم خسرنا دوري ابطال افريقيا لكن وصلنا للمرحله الاخيره فيها، ده شيء يحسن للنادي الاهلي. لكن لما يكون مدرب بيلاقي التقدير ده من جمهوره في الخارج، ده بيفرق معاه نفسيا كتير جدا. وخاصه انت عارف ان كابتن حسام بيتعرض هنا للاسف الشديد من حرب السوشيال ميديا، حرب مصنوعه على وسائل ومواقع التواصل الاجتماعي. احنا يعني هنتطرق ليه، لان ده امر مهم جدا، ويعني وحضرتك يعني من اساتذتنا في هذا الامر. ولكن انا برضو عايز اتطرق يعني الكابتن محمود خطيب رئيس النادي الاهلي وسعادته البالغه في مدى الاستقبال وحسن الاستقبال والمنظر اللي شافه من جمهور النادي الاهلي. ايضا كابتن محمود خطيب يعني قريب جدا من جمهور النادي الاهلي، يحب يشوف جمهور النادي الاهلي مبسوط، وده كان من اهم الرسائل اللي النادي الاهلي قدمها في لقائه امام الشباب السعودي. يمكن كابتن محمود الخطيب امبارح عارف ان مش يعني 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 وصل رساله للمسؤولين السعوديين، انتوا اخترتوا النادي الاهلي وده جمهور النادي الاهلي، دايما اختاروا النادي الاهلي. يعني هو كانت رسالته ليهم، يعني هو قال انا فخور بجمهور النادي الاهلي، نعم. لكن هو فخور بالنادي الاهلي، لكن في نفس الوقت كان سعيد لان جمهور الاهلي كسبوا رهان ان النادي الاهلي يرجع تاني يكون هو المنتج رقم واحد في الوطن العربي، رجعوا ان يكون النادي الاهلي هو الهدف رقم واحد، نعم، للنجوم. يعني كابتن محمود الخطيب راح، هو كابتن محمود الخطيب كان ممكن يكون في اعتقاده الاول ان هيكون الملعب مقسوم نصين، نعم، زي ما بتشوف جمهور الاهلي في جزء او الجماهير المصريه في جزء، عشان في جمهور تاني راح للنادي راح يشجع النادي الاهلي، وجمهور السعودي في جزء. لكن لما يروح يشوف الملعب كله مقفول، ده معناه انه شفتوا انتوا اخترتونا واحنا ما خذلناكمش. دي الرساله كان الكابتن محمود الخطيب عايز يوصلها امبارح، انكم انتوا شفتوا لما اخترتوا النادي الاهلي، انتوا كسبتوا مش احنا اللي كسبنا. اذا كنا احنا كسبنا ان احنا نكون موجودين في حدث كبير، لكن انتوا كسبتوا حدث، نجاح حدث، وده مهم جدا يا محمد. نجاح الحدث ده امر مش سهل، في كتير جدا مهرجانات اعتزال بنشوفها لنجوم عرب او نجوم كبار في اسيا او ما بيكونش فيها هذا الحضور وما بيكونش فيها كمان الاهتمام. محمد لولا النادي الاهلي ما كنتش تشوف هذا الكم الفضائي، ما كنتش تشوف كم الخبراء النجوم الموجودين يعني، نعم. لان ده قيمه النادي الاهلي يا محمد. وهو يعني انا الصراحه يعني المنظر ونزول كابتن محمود خطيب وطبعا يعني الامير تركي الشيخ واستقبالهم، وايضا شايف كابتن فؤاد انور مبسوط ازاي بتواجد النادي الاهلي وكابتن محمود الخطيب وهو طبعاً في لقاء زي ماتش اعتزاله، وايضا الحبسي حارس مرمى منتخب العمان، طبعا تاريخ كبير في الدوري الانجليزي، طبعا ما شاء الله عليه. يعني احتفاليه كانت جميله وباين الروح وواضح على الوجوه يا استاذ علاء الفرحه الاحتفال، نعم. الاحتفال ان هم كله محمد بمجرد دخول الاستاد شعر المهرجان نجح. في انت دايما لما يكون عندك حدث معين وبتكون قلقان شويه وبيجي لك مشهد معين بيديك انطباع خلاص ان عارف، زي يكون قلقان وفجاه بص ليه حاجه فرحته فخلاص عارف ان اللي كان خايف منه مش هيحصل، او ان
ان اللي كان بيحلم بيه حصل. يعني فؤاد انور لما دخل شاف المنظر ده، تركي آل الشيخ نفسه لما دخل شاف الاستاد بهذا الامر، لما شاف كم الفضائيات العربيه اللي عامله استوديوهات تحليليه داخل الملعب، لا عارف ان ده اكبر من مجرد مهرجان اعتزال لاعب. محمد يعني نور نجم المنتخب السعودي طبعا ده ليه بحب جدا اللعيبه يعني. يعني حتى الجمهور في مصر بيديله يعني طبعا بيديله قيمه يعني بيحبوه. محمد نور بص يا محمد، المنظر الاستاد يعني ده مش ممكن تكون مباراه اعتزال ابدا، يعني الاجواء دي مش مباراه اعتزال. وبعد كده احنا دايما لما يكون الاهلي ضيف دايما بنشوف الملعب مقسوم نصين، نص جمهور جماهير النادي الاهلي والجماهير المصريه ونص جمهور لكن جمهور الاهلي ما عطاش فرصه او ما عطاش مساحه ان حد ثاني يحضر المباراه الا هو. وده طبعا رهان كبير جدا ومكسب كبير جدا للنادي الاهلي، مكسب كبير جدا للرياضه المصريه مستقبلا. يعني النادي الاهلي قال للرياضة المصرية اطمئني ويلا وخش الملعب بالقوة الناعمة بشكل كبير جدا. ده حاجة من الحاجات اللي فعلا استفدناها فايدة كبيرة من هذا اللقاء. أيضا نادي الشباب السعودي في ظل هذا الاحتفال برضو أعطى الكابتن محمود الخطيب بالرئاسة الشرفية، ودي حاجة من الحاجات اللي ابتدت تبقى متكررة وبنبقى مبسوطين إن احنا نشوف إن في وئام ما بين الأشقاء العرب يا أستاذ علاء. طبعا دي كمان حاجة، يعني نادي الشباب نادي واحد من اكبر الانديه، هو مش نادي صاحب شعبيه لكن نادي صاحب بطولات. نعم. يعني يمكن اقرب نادي ليه لمصر هنا نادي المقاولين العرب يا محمد، يعني ده النادي اللي هو بيكسب بطولات بدون جمهور. نعم. ونادي الشباب يعني ده الفرس الرهان اللي ممكن ترهن عليه في اي بطوله اللي ممكن يكسبها، اي بطوله ممكن يكسبها. نعم. رغم ان هو كل مبارياته المهمه بيلعبها ضد جمهور واحد. نعم. لكن طبعا الرئاسه الشرفيه للكابتن محمود الخطيب ده دي حاجة مهمة جدا ورسالة مهمة جدا. النهاردة كمان وزير الشباب والرياضة النهاردة في الإمارات، النهاردة بيتكرم في دولة الإمارات وبيحضر مباراة مهمة جدا للنادي العين الإماراتي ويضيف شرف المباراة دي. لا يا محمد أنا بقول لك، أنا بأكد لك إن الرياضة المصرية ليها دور كبير جدا. وفيما سبق كان برضو في دعوة للكابتن محمود الخطيب لمونديال الأندية. لا دعوات الكابتن محمود الخطيب قبل وبعد، يعني دعوات الكابتن محمود الخطيب لا ترتبط بوجوده كرئيس النادي الأهلي، لأن احنا شفنا الكابتن محمود الخطيب حتى الفترة اللي فاتت دي كان اللي ما كانش موجود فيها في النادي الاهلي كان ما شاء الله بيكون معزوم في كل او مدعو في كل الاحتفالات الكبيرة جدا يعني. ولولا حتى كان فيه في بطولة يورو 2000 لو حضرتك تتذكر. طبعا هو والله يرحمه كابتن ابراهيم يوسف كان دعوته من الاتحاد الاوروبي. طبعا الاتحاد الاوروبي، وفي دعوات كان كونجرس الفيفا وجه له اكثر من دعوه، لكن كان بعد المسافات دايما. تعرف الفيفا كان اخر كونجرس كان في المكسيك كان صعب جدا على الكابتن محمود الخطيب، مسافه طويله جدا سفر واعتذر عنها، لكن الكابتن محمود الخطيب لو لبى كل دعوات مش هيقع في مصر يعني. استاذ علاء، امبارح جمهور النادي الاهلي ارتبط بان هذه المباراه بينت له بعض الوجوه اللي كان حابب يشوفها. اولا هتحدث عن اكرم توفيق، يعني الناس كلها بالامس تتحدث اكرم توفيق لاعب النادي الاهلي ونجم النادي الاهلي، لا يشارك بصفه اساسيه، كان عنده اصابات في العديد من المناسبات فما كانش بيشارك بصفه اساسيه، ولكن بالامس ظهر بشكل جيد. ايضا التدعيمات، لاعب زي محمد شريف فخري انتقالات يناير الجديده، واحد زي احمد ياسر ريان خد فرصه الناس شافته، علي لطفي حارس المنضم حديثا من امبي. كابتن حسام بدري حتى اثنى على هذا. انا اكتر حاجه بصراحه اسعدتني امبارح محمد عبد المنعم المدافع، يعني المدافع 99 يكون ان هو ابن النادي الاهلي دي ويكون موجود ومدافع، وانا سمعت عنه قبل ما اشوفه. يعني سمعت عنه في تمرينات كتير استاذ علاء، مدافع كويس. لا يعني انا سمعت من لعيبه كبار في النادي الاهلي، لعيبه نجوم كبار في النادي الاهلي، كنت بتكلم معاهم في تدريبات، قال لك والله عندنا لعيب مدافع لو خد فرصه النادي الاهلي مش هفكر في تدريبات دفاعيه. فبقول لهم اسمه ايه؟ قال لهم محمد عبد المنعم. بالفعل يمكن الكلام ده من شهور، يعني قالوا لي في لاعب في مدافع مهم جدا في النادي الاهلي لو خد فرصه هيبقى حاجه كبيره جدا محمد عبد المنعم. عشان كده امبارح انا فرحت جدا 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 يوسف من بدايه المباراه بيشارك اساسي، ولو خد فرصه اعتقد ان جمهور النادي الاهلي هيكون سعيد. دي الصفقه اللي بجد الجمهور اللي هيسعد بيها جدا يعني محمد عبد المنعم. وتحسب كابتن حسام بدري من المدربين القلائل اللي بيجوا في النادي الاهلي وبيدي فرصه للناشئين، حتى بيدخلوا في الاطار. بيدخلوا طبعا يعني هو بقى له فتره كبيره على فكره بيتمرن يا استاذ علاء. ايه محمد، اصل الفكره ان الجمهور حتى اللي بيتكلموا عن النادي الاهلي بيتكلموا عن بعد، دي المشكله. ما حدش بيحضر تدريبات، لو حضروا تدريبات والله يا محمد يعني 90% من الانتقادات دي هتتوقف، يعني على الاقل 90% لو الناس راحوا تدريب النادي الاهلي وشافوا كم النجوم الصاعده اللي موجوده في التدريبات واللي الكابتن حسام بيعدها انها تكون موجوده في المرحله الجايه، اقسم لك بالله 90% من الناس دي هتتوقف على الكابتن حسام بدري. وبرده تاكيد على كلام حضرتك، اللي بيحصل في التمرين من جمل هو اللي بيحصل في المباراه. يعني هو لا يعني. بس تعرف يا محمد، هي حاله
او مش حاجه يعني في تربص يعني. خلينا نتكلم في هذا الامر دلوقتي. انا كجهاز فني في شهر يناير فقط كسبان الزمالك 3-0، كسبان اسماعيلي، كسبان مصري، ودول يعني الثلاثه الاهم في واخد بطوله، واخد بطولة السوبر طب ومتصدر الدوري يعني العام. مش هقول اعمل ايه تاني على الاقل استعدت قمه الدوري العام. نعم. وفي نهايه الشهر كنت بفارق 9 نقاط عن اقرب منافسيك النادي الاسماعيلي قبل نعم. قبل الاسماعيلي يلعب النهارده والاهلي يلعب بكره. يعني انت دخلت شهر يناير ده وعندك كم من المواجهات فارقه جدا. انت لو قدر الله كنت خسرت من الزمالك كانت ممكن حاجات كتير جدا تحصل في النادي الاهلي. نعم. وخاصه انت عارف طبعا دلوقتي المقارنات عماله تتم على طول ليل ونهار، بتتم مقارنات مش عارف ده عمل ايه، رغم ان مفيش مقارنه. لا رغم ان مفيش مقارنه خالص من الاساس يعني، مع كم احترامنا وتقديرنا لاي من الساده الزملاء في الانديه الاخرى، لكن مفيش مقارنه. لا مفيش مقارنه، لكن تعالى لا قدر الله كنا مثلا خسرنا مباراه السوبر مثلا بضربات ترجيح، تخيل لو كنا وصلنا بضربات ترجيح كنا ممكن نخسرها. شوف الناس يقول لك الاهلي خسر السوبر وده نهايه عهده ومش عارف. انت عارف اسهل حاجه دايما احنا عندنا الانطباع السريع قوي. انت محمد، احنا دلوقتي وصلنا ان احنا بنقيم الفريق بالدقيقه. نعم. مش بمباراه. ده احنا ده الناس بيقول لك يعني الناس بيقول لك ايه، ما ينفعش نقيم فريق بمباراه. احنا بنقيم فريق بدقيقه. اقسم بالله يا محمد، في بعض الصفحات المحسوبه على النادي الاهلي والله تاني بتهاجم الفريق بعد اول دقيقتين، ولو شفت كم البوستات الموجوده اثناء المباراه تضحك. الكميه النقد الموجهه لكابتن حسام بدري وموجهه للاعبين في البدايه، ازاي بتحول قصائد شعر في فخر المباراه؟ وده بيحدث في بعض الاستوديوهات التحليل يا استاذ علاء للاسف. يعني انا ما بحبش انتقد الصراحه اي من الزملاء، ولكن في احدى اللقاءات كان النادي الاهلي الشوط الاول انهى متعادل، الكلام حاجه، وبعد المباراه حاجه ثانيه خالص، يتحول 180 درجه. طب ما هو مش هو ده نفس المدرب ونفس اللعيبه؟ مباراه السوبر ما يقول لك احنا خايفين على النادي الاهلي بعد المباراه دي ومش عارف ايه وبتاع. يعني قال لك ان مباراه الرجاء النادي الاهلي، لا النادي الاهلي لما خرج من مباراه الزمالك كسبان 3-0 قال لك ان احنا قلقانين ان لعيبه النادي هتخش بنشوه وما بتفكرش في مباراه السوبر، وان لعيبه النادي الاهلي لسه بتحتفل، ولعيبه النادي الاهلي احتفلوا، ولعيبه النادي الاهلي ظهروا في فضائيات، وكابتن حسام بدري عمل احاديث، وكابتن حسام بدري ظهر في فضائيات، والنادي الاهلي عاش في انفلات حصل في الفرقه قبل مباراه مهمه مباراه السوبر، وفضل تقول لحد بدايه المباراه لحد الشوط الاولاني ما خلص. يعني هم طلعوا بعد نهايه الشوط الاول ما خلص واللي بتاع 0-0 احنا قلنا وحذرنا. بعد الاهلي ما كسب قال لك ده النادي الاهلي اللي بيفصل بين المباريات، دي لعبه النادي الاهلي اللي عنده روح البطولات. يعني انا سجلوه مثلا ده وده واحطوه مثلا. التغيير ده ازاي يا استاذ علاء؟ يعني مثلا في ناس كانت بتقول يعني بتقف على الحاله اللي هو شايفها، يعني هو مثلا شاف وجهه نظر ان مثلا الجهاز الفني غير جيد، وفي ناس بتبقى بيتغير ازاي يعني؟ لا وفي ناس موقفها واحد وانا احترمها. يعني في ناس بتبقى عندها قناعات بان هذا الشخص لا يصلح يكون مدير فني ويبقى متمسك بقناعته. يعني انا بحترم جدا جدا بعض القدر الدين كبار هم ما عندهمش قناعه فنيه بمستر كوبا، لكن عندهم قناعه بقدرات هذا الرجل، قدراته انه يحقق الحلم. فهم لحد دلوقتي بيخرجوا في الفضائيات ومصر تاهل كاس عالم، بيخرجوا يقولوا لا احنا لحد دلوقتي لسه على قديمه، لسه على ضد الفلسفه، ولكن الراجل محقق نجاحات. بالظبط. نعم. انا بحترم هذه الناس، لكن انك تغير رايك قبل المباراه وبين الشوطين وبعد المباراه، لا طبعا. هم بيعتمدوا محمد على ان 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 ان, إن, إن الهوى سلامي كبير جدا، ان المشاهد بيتفرج على 20 قناه فما بيبقاش عارف، مش فاكر مين اللي قال، بيشوف 20 30 40 صفحه او سوشيال ميديا. فهو دلوقتي، لكن زمان كان بنحفظ. طب ممكن اضيف حاجه يا استاذ علاء؟ اتفضل. والفهلاوه طبعا. معلش يا استاذ علاء، يعني لازم اضيفها، لان احنا عندنا الناس في الفهلاوه خاصه في الوسط. يعني محمد، يعني لما يكون خبير ويطلع يحلل النادي الاهلي ويحلل كابتن حسام بدري، وهو كل معلوماته جايه له في ورقه مديها له معد قبل المباراه بدقيقتين، يهاجم حسام بدري على غياب فلان الفلاني وما يعرفش ان فلان الفلاني مصاب، ما شافوش لا نعم. مصاب اصلا يعني. نعم. يعني مش موجود اصلا. حضرتك تقصد ان هو مش حتى في القايمه؟ لا مش في ال 18. وبعد كده يقول لك ايه، طب ممكن ننزله؟ لا ده مش موجود اصلا في ال 18. يقول لك هو مش موجود كمان في هو كمان مش موجود في ال 18. والله واحد قال لك كمان مش موجود في ال 18، لاعب مصاب. هاجمه كابتن حسام بدري على لعيب كان واخد ايقاف انذارات. طب يعني انا هاجم مدير فني اللي ما شاركش لعيب عشان موقوف؟ ده مش محضر يا كابتن محمد. في يعني في ناس هجمت النادي الاهلي ان هو كسب ماتش الزمالك 3-0 فقط. لا دي كانت مزايدات بقى، عارف اللي هو اللي عايز ينقط في فرح. يعني في بعض الخبراء بقى لك ايه، عشان نكسب شو اعلامي ونكسب
ارضيه عند جمهور النادي الاهلي، هم عارفين يعني ايه جمهور النادي الاهلي، فقال لك ننقط بقى في الفرح يعني. طالما الاهلي كسب 3-0، لا الاهلي كان المفروض يكسب عشان ياخدوا شو اعلامي، ياخدوا شو، اسف، ياخدوا شو جماهيري مش اعلامي، ياخدوا شو جماهيري، دي بدوره جماهيريه. لكن انت لو حسبتهم على ما قالوه قبل المباراه او قبل الاستوديو اللي قبليه او الاستوديو اللي بعديه، لا تضحك يا محمد تضحك. انا بقول لك واحد يهاجم حسام البدري على ان فلان الفلاني مش مشارك، وهو مش عارف ان فلان الفلاني ده مثلا الماتش الاخير بيهاجم حسام بدري ان 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 ان, إن, إن غلط يلعب باتنين ديفندر ورامو ربيعه ما يكونش موجود، قال له لا رامو ربيعه مصاب، قال اه بس انا عرفت انه خف، قال له خف ازاي ده مسافر المانيا يتعالج. والله العظيم والله العظيم في صوره التحليل يا محمد، والله العظيم انا عارف يعني بصراحه بشاهد هذا. فانت عايز ايه يعني؟ وده ليه تاثير يعني. تخيل لما يكون الجماهير لما يشوفوا ان واحد خبير مدرب سابق قبل كده ويطلع يهاجم مدير فني النادي الاهلي، او يشوف ثلاث اربع خبراء يهاجموا مدير فني النادي الاهلي على خطا وبعد كده تقول لي يهاجموه، حتى الاسئله بتوجه له في المؤتمر الصحفي. لا محمد لا يعني انا 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 يعني حزين على مستوى السوريه التحليل في مصر بجد يعني. حزين ان الناس خبراء بقيمه وقامه وناس لهم تاريخ وناس لهم ناس بتقدرهم وتحترمهم اتعبوا شويه. انا عايز اقول لهم اتعبوا شويه، حضروا للمباراه يعني. يعني روحوا بلاش روح تمرين، لكن تابعوا اللي مكتوب على النادي الاهلي على مدار اسبوع، شوفوا ده غاب ليه، شوفوا ده ليه مش موجود، شوفوا المباراه اللي قبل كده النادي الاهلي كان مين ده. وليه ما ذاكرش؟ ليه ما انا بقول لك احضره؟ ليه اعتمد على ورقه؟ وليه اعتمد على الكره اللي انا لعبتها سواء انا كنت لاعب سابق؟ بالظبط بالظبط. التدريب كل 10 سنين في جديد، في جديد بيغير فلسفه الكره تماما. ليه ما ذاكرش كمان يا محمد؟ للاسف ان كلام الخبراء ده حتى قبل الشوط الاولاني وبعد الشوط الاولاني ده بيأثر على الجمهور بشكل كبير جدا، وخاصه جمهور السوشيال ميديا. انا 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 اول مره في حياتي اشوف مدير فني في حياتي ينتقد على اختيار ال 22. يعني بمجرد بيعمل ال 22 يقول لك ايه ده؟ شفتوا الكارثه اللي عملها حسام بدري؟ ايه الكارثه؟ عايز اعرف ايه الكارثه؟ اخش جوه انه سبعت فلان وفلان 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 من ال 22. الهجوم يزيد لما يعمل 18، يزيد لما ال 11 ينزلوا، يزيد لما المباراه تنتهي وما يلعبش احد، واول ما رغم ان في فوز، رغم ان في فوز طبعا، لكن ده واضح ان في توقف. وبعدين لما تيجي تكلمه وتزنقه يقول لك اصل ما بيضحكش. دي اخر حاجه. تزنقه خلاص انت كل بقى كلمته بقى بكل العوامل الفنيه ويقول لك اصل تخش يا محمد. يعني انت شوف مدير فني يعني يهاجم قبل واثناء، عارف الدواء اللي هو قبل واثناء وبعد الاكل، هو كده الهجوم على كابتن حسام بدري بنفس الفلسفه قبل واثناء وبعد المباراه. للاسف الشديد يا محمد. طب استاذ علاء برضه هسالك في امر مهم جدا ويمكن الناس مش حاساه، الاجهاد الذي يواجه النادي الاهلي كيف يتغلب عليه، خاصه ان انا بكره عندي لقاء الاتحاد. شوف لولا ان في مدرب احمال عالمي انا شايفه اسمه انيس الشعلاني كنت قلقت. معلش بس يا استاذ علاء انا عايز حضرتك تعلق على الناس بتبوسوا راسه. اه طبعا. اصل في احدى اللقاءات كان بعد المباريات النادي الاهلي كان متعادل فيها، وكان احد الشباب كانوا رايحين يسلموا على كابتن حسام بدري. اه طبعا وهو واقف خد الصوره. للاسف للاسف. اه طبعا. وبعدين كابتن حسام وفارق سن كبير ما بينه وبين الشباب، فبيقول له خلاص خلاص. فبص دلوقتي هو اللي يعني ده التربص يا احمد اللي بقول لك عليه، ده التربص بجد بقول لك عليه. يعني انا بقول لك ده دي خطه منهجه للهجوم على كابتن حسام البدري، وانا حزين جدا منها. لكن انا كنا لا بيسلم على واحد واحد. اه لكن انا بقول لك يا محمد انت بتسلم على، انا بقول لك لولا ان في خبير احمال بجد يعني ده الجندي ده نجم في النادي الاهلي انيس الشعلاني بجد يعني. ده راجل انا بقول له يعني ده الشريك الاساسي في انتصار النادي الاهلي بجد يعني. ده دوره يمكن ناس كتير ما بتكلمش، لكن انيس الشعلاني بجد يعني. انا بشوف لعيبه النادي الاهلي في مباريات كبيره ازاي بينهوا المباراه بقوه، في مباراه اسماعيلي النادي الاهلي ضاغط على داخل سنتين، وبعد كده اشوف ايمن اشرف جاي من اخر الدنيا عشان يلعب ضربه كوريه، والاقيه بعد كده بيشيل كرة من قدام محمد الشناوي، وبعد كده كمان انت محمد كمان ضغط النادي الاهلي في شهر فبراير اللي احنا فيه ده لعب 7 مباريات زيها زي السبعه بتوع يناير. اه لا لا ديك لعب 7 في 30، المره دي لعب 7 في 24 يوم، يعني بحمل اكتر يعني معدل المباراه كل 3 ايام يعني. فطبعا ده جهد غير عادي، وانا بشفق عليك النادي الاهلي بجد يعني. وانا هقول لحضرتك يعني انا بقالي سنه بتحدث عن الكابتن حسام بدري وانيس الشعلاني طبعا وكابتن طارق والجهاز الفني ككل صراحه. طبعا أنا لا طبعا استثني احد طبعا. لا انا بكلمك في جزئيه الاجهاد بالتحديد يعني. انا بتكلم مع حضرتك، ما هو
الجهاز الفني الصحي حضرتك متابع الكره الاوروبيه، ان بيبقى فيك تخصصات. حضرتك جبت تخصص مميز عن النادي الاهلي طبعا، مميز ذكر حضرتك في اللقاء السوبر طبعا. وليد ازارو ضغط في الدقيقه كام طبعا الكوره في الدقيقه 105 ماتش الاهلي والمصري فاينل كاس مصر في الدقيقه 88 والدقيقه 92 تقريبا، وكان من اكثر الناس اللي بتنتقد الشعلاله طبعا. يعني شوف النادي الاهلي بيكسب مباريات كبيره في الوقت بقى. يعني محمد، بص محمد، يعني انا عايز اقول لك، يعني لما يكون في هجوم ممنهج لازم بطول الكل، يعني لما يكون في حرب ضد نادي لازم تقول كله من اول رئيس النادي لحد انيس الشعلاني، يعني بجد يعني لازم تقول كله. اي حد طالما في حرب ضد النادي تاكد ان الحرب هتطول الجميع، ولكن النادي الاهلي بيرد بانتصاراته. يعني انا بقول لك، يعني انت حضرتك بتتكلم عن النادي الاهلي، النادي الاهلي خاض مباريات صعبه وعصيبه جدا جدا في شهر يناير، بس خاض 7 مباريات في 31 يوم. المره دي احنا بنتكلم في 7 مباريات في 24 يوم بس، ومنها مباريات، وبعد كده لسه كمان شهر مارس كمان بنخش بطوله افريقيه كمان، والضغط هيزيد. لكن انا بقول الله يكون في النادي الاهلي. الناس اللي بتتكلم على مستشفى النادي الاهلي يا ريتهم بس يخشوا على موقع تشيلسي النهارده ويعرفوا حجم الاصابات في لعيبه تشيلسي، حجم الاصابات في لعيبه بايرن ميونخ النهارده كمان في تقييم مميز جدا النهارده عن والارسنال والارسنال اللعيبه مصابين والسيتي. هم بيكلموا بس عشان خاطر ايه، رامو ربيعه مصاب ومش قادر يرجع. في لعيبه اشتراها برشلونه ما لعبوش مباراه الا مباراه واحده او مباراتين في الموسم، يمكن لو قلنا اسمهم الناس مش هتتذكرهم اصلا موجودين. يعني لو كانوا يعرفهم اصلا كان معلش مع احترامي يعني، لو كانوا يعرفوهم اصلا، لو كانوا يعرفوهم اسف يعني. وتشوف النهارده، انا النهارده قريت تقرير مورينيو كان بيتكلم على الاصابات اللي بيعاني منها الفريق، بيقول لك ان انا ما فيش مباراه عندي فرقتي كامله. والنهارده بايرن ميونخ النهارده طبيب الفريق النهارده عامل فيديو عن ان فرقته عانت من 11 اصابه اثناء 11 اصابه مؤثره، واحنا هنا بنتكلم على رامو ربيعه وعاملين كونسولتو على حاله رامو ربيعه بشكل كبير جدا. وحضرتك بتتكلم على بايرن ميونخ اللي هو في الطب الرياضي رقم واحد في العالم طبعا في العالم طبعا. وطبعا احنا برضه استاذ علي احنا بنحاول بس نقول ان للساده كل احترامنا وتقديرنا لكل الساده الزملاء، ولكن طبعا يحاولوا بس ايه يكون عندهم انا بس بطلب منهم يحضروا يا محمد بس، يعني بجد يحضروا بجد، يعني لان مش حلو حتى في حقهم لما يجي حد يقول لهم ان فلان فلان اللي اتكلموا عنه ده بين الشوطين لا ما كانش موجود، ويرجع يعتذر ويقول لك انا اسف جدا، انا قلت ان فلان فلان مش موجود في الاهلي، بس انا عرفت ان هو او جات لي رساله بتقول ان ده مصاب. دي مش كويسه. استاذي واستاذنا الكبير استاذ علاء عزت، يعني شرفتنا ونورتني، كنت سعيد بوجودي معاك. ربنا يخليك يا محمد، اشكرك جدا وسعيد جدا بالوجود معاك، وان شاء الله تكرر اللقاء باذن الله كتير في الحلقات. ده كان لقائنا مع استاذ علاء عزت، تحدثنا فيه العديد من الملفات. بعد الفاصل سينضم زميلي محمد فاروق، كابتن محمد فاروق، مع ضيوف الكرام كابتن ماهر امام وكابتن فوزي سكوتي، وتحليل مفصل لاستعدادات النادي الاهلي للقاء الاتحاد. واوعوا تروحوا بعيد عشان النادي الاهلي حديث.